سألي أني بكرهك بكرهك وهفضل طول عمري أكرهك. صريحة قوي فاتن حمامة في دعاء الكروان، لكن يا ريت كان خطاب الكراهية بالرقة دي وما بين اتنين بس. مشكلة لما خطاب الكراهية يتسبب في نزاعات زي رواندا اللي برنامج راديو بدأ فيها وانتهى بمذابح أو بحيات في يوم واحد. مضغوط انت في غرفة التحرير مع الديدلاين، لكن افتكر مش كل شيء مصير شخص يقوله ممكن يتنشر، عشان ممكن يكون خطاب كراهية. أنا عبير سعدي صحفية ومدربة إعلامية، وهنقلك في الدقايق الجاية وسيلة ممتازة طورتها شبكة الصحفيين الأخلاقية عشان تقدر في 5 نقاط تحدد خطاب الكراهية وإذا كنت هتنشر ولا لا. أول شيء وضع المتحدث، يعني مثلا شخص منتخب لديه سلطة في مجاله، هل هيأثر في الناس الموجودة عليه؟ هل علينا الاستماع إليه ولا ممكن ببساطة ندوسه جديد؟ تاني شيء هو مدى انتشار الخطاب، يعني لو حديث بيني وبينك كده زي فاتن حمامة وأحمد مظهر ده مش خطاب كراهية، لكن لو تم نشره بطريقة متعمدة وتوزيعه عشان يوصل لأكبر عدد في الجمهور اهتم لأنه يكون. تالت شيء أهداف الخطاب، نية المتحدث، يعني هل ممكن أنه يلحق الخطاب ده أذى متعمد، عنف أو حتى كراهية؟ كل ده غير مقبول وعلى الصحفي الحذر منه. رابعا مضمون الخطاب، يعني المحتوى، هل الخطاب خطير ممكن يتسبب في أذى للآخرين؟ هل اللغة بطبيعتها محرضة وممكن تدعو للعنف أو للكراهية؟ خامساً وأخيراً السياق العام، ما هو السياق الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، ومين ممكن يتأثر سلباً بالخطاب؟ السياق مهم جداً لأن تحديداً في أوقات ممكن يكون جمهورك بيشعر بخوف، بتوتر، باحتقان، في الحالة دي ممكن خطاب تحريضي يشعل أحداث عنف. إذا وضع المتحدث، الانتشار، الأهداف، المضمون والسياق. شكرا مرة تانية شبكة الصحفيين الأخلاقية على اختبار ال5 نقاط، فعلا طريقة عملية وبسيطة وفعالة عشان نقدر نقرر إذا كنا هنستخدم تصريح أو صورة أو كرتون أو خطاب. كلمة أخيرة، افتكر دايما الناس ممكن ما تفتكرش الجوائز اللي انت حصلت عليها، لكن هتفتكر كويس الخطاب الكراهية اللي انت نقلته والأذى اللي تسببت فيه، والمهم طبعا ان ضميرك المهني يكون مرتاح. شكرا جزيلا، واتمنى تتابعوا باقي حلقات أبطال الإعلام.